لا يمكننا إلا أن نفتخر بالتدابير المتخذة خلال المرحلة الأولى من بعد الزلزال بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، وبفضل الروح التضامن والتذاكر التي عبر عنها المغاربة، وكذا بفضل تضافر جهود الحكومة وكافة مكونات الدولة المغربية. مباشرة بعد الاجتماع الذي ترأسه صاحب الجلالة وأعطى تعليماته السامية، اجتمعت اللجنة بين الوزارية برئاسة السيد رئيس الحكومة من أجل تسطير خارطة الطريق لتنزيل هذا البرنامج الذي مكن من القيام بعملية الإحصاء من طرف اللجنة المختصة في جميع المناطق المتضررة. لجنة مكونة كيف ما كتعرفوا بالوزارة الإسكان وزارة الداخلية والمنتخبين والخبراء. هذا الإحصاء مكن من دفع دعم المباشر ديال 2500 درهم شهريا للأسر المتضررة. في نفس الوقت اشتغلت الوزارة بتشاور مع كافة المهنيين على إعداد دفتر التحملات الذي يحدد مواصفات المعمارية والتقنية، كما تشتغل حاليا الوزارة مع الوزارة الداخلية على إعداء دورية مشتركة لتبسيط مسطرة التراخيص للبناء في المناطق المتضررة. ابتداء من فاتح نوفمبر 2023 ستتمكن الأسر المتضررة من الاستفادة من الشطر الأول للدعم المخصص لإعادة البناء وطلب ترخيص. قيمة الدعم كيف ما كتعرفوا هو 20,000 درهم، 2 مليون كدفعة أولى. وشكرا.